أفادت وسائل إعلام لبنانية بانفجار قنبلة بدورية إسرائيلية فجر اليوم في الجانب المحتل من بلدة العديس الحدودية، وأشارت إلى أن انفجارا وقع فجر اليوم عند الحدود اللبنانية في الجانب المحتل قبالة بلدة العديس قضاء مرج عيون في دورية للعدو الإسرائيلي التي اجتازت السياج التقني أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع مستوطنة مسكف عام العسكري. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخا باليستيا من محافظة عمران